فيديو جديد من مركز حدائق غابات الأمازون، عنوانهم بغداد منطقة الغدير قرب ساحة ميسلون بإدارة أسد ومرتضى. راح نشوف شنو موجود حيوانات هنا. مشاهدة ممتعة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شاهدوا هاي الغزالة فلودير مثل ما شاهدون، وياها بنتها. هاي من ضمن هذن المجموعة اللي قلنا لكم مع عشرات النثاية. هذا الدليل ما شاء الله قدامكم. هاي هي وبنتها. هاي سعرها على الخاص، اللي يريدها يتصل على الخاص. يم أسد هي وبنتها ما شاء الله. فلودير أمريكي ملقط أليفة، ما تستغرب. شاهدوا يا طيبين، هنا غزلان حاليا بس سمايات. المرقط الزوج على 30 ورقة، والأبيض الزوج على 45 ورقة. أميات فقط أخواننا الأعزاء، ما بيهم مخاليف، حلوا نثاية. فلودير أمريكي هاي الغزلان. المرقط الزوج على 30 ورقة، والنثاية عشر، واللون الكريمي هذا أو الأبيض. الزوج على 45 ورقة، أميات كبار، نثاية وفي حلة مثل ما شاهدون. هذني رزلان ريد تيل، ريد تيل رزلان أمريكيات، ثلاث نثاية وفحل. هذني سعرهن على الخاص أخواننا الأعزاء. الغزلان الأمريكية هذني كانن بالحديقة مال السيدية، وجايبيهن هنا عارضيهن للبيع. هذا الفحل مثل ما شاهدون ذني ثلاثة النثاية. هذني أكبر يصير من الفلودير، ريد تيل ذني سعرهن على الخاص. دجاجتين وديك 175 ألف، دجاجتين وديك 175 ألف. كوشن استرالي ذني بولونيات 200 ألف، أربعتهن، أربعتهن 200 ألف بولونيات. ما عز كاميران نثاية وفي حلة، والنثاية عشر كلهن شرط. الزوج على 22 ورقة، الزوج على 22 ورقة. ما عز كاميران هذا ب 1200 دولار، كلب أوكراني، كلب البو. القطة الوحدة على 150 ألف، بس هاي السودة 100، هاي سكوتش 150، وهاي البيضة أيضا 150، هاي 150 البيضة، بس هاي السودة 100. برود نسانيس ذني طفرات على الخاص. هذني سعرهن أخواننا الأعزاء، نسانيس طفرات ذني على الخاص. قرود نسانيس هذني طفرات على الخاص سعرهم. الزوج على 10000، هاي البشات الزوج على 10000، البشات الزوج على 10000. دجاجتين وديك 175 ألف، براهمة بياضات مثل ما تشاهدون. هاي البيضة مالتهن. دجاج السلطاني دجاجتين وديك 175 ألف، وهذا طائر الفزن وحده ب 75 ألف. فحل فزن وحده ب 75 ألف. والدجاج السلطاني دجاجتين وديك 175 ألف. هذني ب 22 ورقة. البجعات، البجعات ب 22 ورقة، نثية وفحل. ذني البطاط 125 ألف، خشنات كوبرا ذني، وعدهم العاديات الزوج على 60 ألف. هذني العاديات الزوج على 60 ألف، وهذا فحل بش بطريق وحده ب 75 ألف. فحل بش البطريق هذني الزوج على 60 ألف، بطاط عراقيات. هذني كوبرا خشنات ذني 125، والبجعات 22 ورقة. هذني البجعات،
هذا الطاووس الهندي والأبيض الملكي والحباري، شاهدوا يا طيبين، والكوميو هذا الطاووس أميات كبار، يبدي سعر الزوج من 750 ألف لحد 2 مليون دينار عراقي. هذا الطاووس من 750 ألف لحد 2 مليون دينار عراقي حسب النوعية، كوميو أبيض ملكي حباري هندي. هذا الطاووس يبدي سعر الزوج من 750 ألف لحد 2 مليون دينار عراقي. زوج على 300 ألف، ليش المندرين؟ زوج على 300 ألف، ليش المندرين؟ نثاية وفحلة. طائر الكركي من النوادر، زوج على 45 ورقة. طائر الكركي متوفر العدد 5، سبحان الخالق عز وجل. طائر الكركي زوج 45 ورقة. أليفات مال محمية راح أدخليهم هنا أخواننا الأعزاء. طائر الكركي زوج 45 ورقة. دجاجتين وديك 175 ألف. دجاجتين وديك 175 ألف. منورين حبايب قلبي. نعامات أفريقيات العدد 3 وياهم بنتهن 25 ورقة. هذين الأميات 2 نثاية وفحل وياهم بنتهن، هسه راح أشوفكم إياها. ما يقدرون يخلوها وياهن، بنتهن صغيرة لين خاف يمردنها. القفص صغير هذا ذني عمالقة. 2 نثاية وفحل 25 ورقة. هذني 2 نثاية وفحل نعامات، وهسه راح اشوفكم بنتهن 25 ورقة. يعني يصير العدد الكلي 4، 3 كبار ووحدة صغيرة. وبخدمة الطيبين هاي النعامة الافريقية هم 3 اصابع. اليفات ذني مال محمية اخواننا الاعزاء. هاي بنتهن مثل ما قلنا لكم، هي وامهاتها ب 25 ورقة. طبعا هنا الحمام انواع، يبدي سعر الزوج من 35 الف لحد 500 الف. انواع الحمام، هذني رواهب، هذني بصاروة، هذا حمام النفاخ المغزلي، هذا يسموه نثية وفحل وياهن بنهن. نفاخ مغزلي، هذا النفاخ العادي الموجود بالسوق. ايضا هذا الحمام النفاخ موجود ايضا هنا، هومر بيوتي الماني. شاهدوا هذا حمام النفاخ، هذا اني هومرات نثية وفحل، زواج الهومر المانيات ذني. هذا اني حمام القديس، هذا اني سكسونيات، حمام سكسوني، هذا اني كحالي. شاهدوا يا طيبين انواع الحمام، هنا يبدي سعر الزوج من 35 الف الحاد 500 الف حسب النوعيه السعر اخواننا الاعزاء. هذا النفاخ المغزلي نقشه اشعل باصفر كلش حلوات. هذا اني شعله بصفر، هذا اني شكريات. اي حبيبي يا ورده. هذني سكسونيات، هذني ايضا سكسونيات، هذني رواهب، هذني سلافر، هذني زواج الاصليات. هذا النفاخ المغزلي ايضا هنا موجود. عده نوعيات من الحمام اخواننا الاعزاء. زاج الكارة انجليزي، شاهدوا يا طيبين، هذا اني وياهن ابنهن. هاي هنا اكل جواهن ميمهن، فيضطرن يتكاثرن اخواننا الاعزاء.
جماعة الفنرات أيضا ما ننساهم، هذني الفنرات حمر وبيض. شاهد يا طيبين هاي الفنرات، هذا اللون شلون الطويرني، هذني سود. شاهد يا طيبين زاج الكارة انجليزي، هذني هنداويات وبخدمة الغوالي. يبدي سعر الزوج من 35,000 لحد 500,000 وما خلصنا من الحمام. تدللون يا طيبين، هذني هنداويات اعتقد نايمات على بيض ذني، اي مبيضات مثل ما تشاهدون. هنا نجي ايضا هنا انواع من الحمام مفوطات. هذني لونج فيس، لونج فيس. هذني شعلب احمر، شراويل تحاجيل. هذني كينجات، هذني ملك الجبل، لونج فيس. هذني هنا تك لونج فيس وتك مفوض. هذني المفوضات شاهد يا طيبين، تك زاج المصري، تك رماني تار. هذني زواج المكعكلات مصريات، نقشة شعل بس. وذني زواج المصريات، ذني مكعكلات، هذني كمرليات. شاهد يا طيبين، هذني كمرليات زواج المكعكلات، ذني اخواننا الاعزاء. شاهد يا طيبين، كاو ازرق اصفر. طيب ابو رقية، مشتاقين لك حبيبي ابو رقية الغالي. شكو ماكو بلا امر عليك. اسعار الببغاوات منورين الحلوين، ربي يحفظهم. ربع على 12 كله اليف ضخم على 1200 دولار دجاجه، كله دجاج بقى. عاش فيك اخويا. هذا واحد ب 1200 والثاني ذاك الطفره، ذاك الطفره 35، هذاك ب 35، هذا ب 35، هذا حبيبي اي ورقه، هذا ب 40 ورقه. هذا النوال 35 ورقه، هذا على طينا فرق، هذا صغير. عاش فيك اخويا. لوكان 30 ورقه، لوكان كوكات تجاله على ايش قد عندك؟ ما تكافر ب 1200 دولار نسي وفحل مفحوصات. طبعا تعبنا اخونا الطيب ابو رقيه الغالي. انت وجاسم انت وجاسم هذا فول ب 10 ب 1000 دولار. ما شاء الله 24 ورقه. شنو موضوعنا حبيب؟ ما التكاثر ما لقينا تحليل على جد حبيبي. 1200 دولار اللي يدور كاسكو افريقي ما التكاثر موجود متوفر في حدا غابات الامازون. هذا الامازوني الواحد على 600 دولار امازوني ب 800 دولار. كليكتوس 1100 دولار. كاسكو فرخ صغير هذا 550 دولار، 550 دولار محلق مزارع اخواننا الاعزاء بحلقه ذهبيه وحلقه فضيه بخدمه الطيبين. هذا الكريكتوس 700 دولار. هذني النيباليات 800,000، هذني ب 800,000 اخواننا الاعزاء. حبيبي هاي الدرر عندك مين لي وين؟ حبيبي 150 ل 500. الدرة يبدي سعر الزوج من 150,000 لحد 550,000 لحد 600,000 حسب اللون مالتها اخواننا الاعزاء. شاهد يا طيبين هاي الدرر، اكو سمائي، اكو رصاصي، اكو بنفسجي، اكو ليموني. شاهد يا طيبين اكو زيتونيات. زوج على 700,000 طفرات ذني مشجرات. زوج على 700,000، زوج على 700,000، زوج على 350,000 راهب كويكا راهب. بيش النيباليات حبيب؟ مال تكاثر ذني. زوج على 650,000،
عندهم هذا القفص، هذا القفص الثاني، أميات حبيبي زود على 550,000 ربي رزقك يا طيب، على 550,000 صن كنيور 450,000 على 450,000 صن كنيور تهدي يا طيبين. مثل ما قلنا لكم اني بالي على 650,000 تعال حبيبي خير عزيز على 20 ورقة مشي وفح على 20 ورقة خذني أخوي على 450,000 صن كنيور زوج على 150 وزوج على 200 كيكاري براكيت كيكاري العادي 125 دي الزوج على 125 اللي هو اللون العادي الأخضر والأصفر على 125 والطفرات أكم 150 وأكم 200 كيكاري طوراقو زوج على 550,000 هذا طوراقو هذني براكيتات اخواننا الاعزاء بيهن الزوج على 150 وبيهن الزوج على 200 طفرات ذني طفرات كميات مفتوحة زوج على 150 بيهن الزوج على 200 هاي الاقفاص ما شاء الله كلها متروسة روزيلا على الجد رسول زوج على 225 روزيلا وميات روزيلا ومايات هاي روزيلا ما شاء الله اخواننا الاعزاء زوج على 450,000 دام هيد ومايات اكو عندهم مخاليف زوج على 300 ذني بلان هيد ومايات زوج على 450,000 عيني رسول برقية طيور الحب مين لي وين؟ ربي رزقك يا غالي انواع كثيره من طيور الحب هذا النبلاك وين؟ هذا النريمبو هذا اللي بيهن عاديات بيهن اوروبيات يبدي سعر الزوج من 15,000 الحاد ب 150,000 انواع طيور الحب العاديات الزوج على 15,000 البلاك وينج والهاجرمو والريمبو يختلف السعر مالتهن شاهدوا يا طيبين هذا اللي البلام هيد المخاليف اللي قلنا لكم عليهن الزوج على 300,000 وعدهم أميات الزوج على 450,000 نرجع لطيور الحب يبدي سعر الزوج من 15,000 الحاد 150,000 أنواع كثيرة من طيور الحب شاهد يا طيبين هذين إنجليزية جامبيان إنجليزي الغنادير يبدي سعر الزوج من 45,000 الحاد 150,000 هاي الغنادير الوان حلوه بيهن روز بيهن فشار بيهن جرين بيهن بيض البينو بيهن بار بلو انواع كثيره من الغنادير روز وفشار يبدي سعر الزوج من 45,000 الحاد 150,000 كوكتيلات على الجد حبيبي هذا المسجر سجار والشكري 75 ما بغداد ولا عراقي عراقي زوج على 75,000 ذني مسجرات لؤلؤيات وهذا الشكري على 75,000 أميات ما شاء الله صحة ممتازة صحة ممتازة وهذا على 60,000 إنتاج عراقي مو مستورد إخواننا الأعزاء نرجع على الغنادير مثل ما قلنا لكم سعر الزوج من 45,000 لحد 150,000 أنواع كثيرة من الغنادير زوج على 50,000 زوج على 50,000 نتاية وفحلة خبط نتاية وفحلة زوج على 50,000 هاي الكناريات
وبخدمة الغوالي، لأن عذرون أخواننا الأعزاء جو حار فلتحلن تلك كلها ساشتة. حساسين طفرات ذني بيش الواحد أخويا بلف دولار نثي وفحل ما شاء الله حساسين وربيات طفرات ذني أخواننا الأعزاء شاهدوا يا طيبين يمكن أول مرة شاهدوا عن قرب شاهدوا الألوان مالته يختلف عن الحسون الشمالي مالتنا العراقي هذني بلف دولار نثي وفحل ما شاء الله على 450 دولار دوري كيف دوري كيف هذني طفرات زوج على 1000 دولار زوج على 1000 دولار زوج على 800 دولار ازرق احمر لوري كيف على 400 دولار على 110 شفتيل شفتيل ابيض يتدللون علينا عشاق الفينيشات طبعا اليوم اخونا طيب رسول الله طيب تعبناه اسال الله ان يحفظك اخوي العزيز عيني العسلي والرصاصي على 100000 شفتيل كلهم مايات يتدللون عشاق الفينيشات يابا خدمتهم شاهد يا طيبين زوج على 35000 بفنجس كاسلو فنجس بطريق نفس السعر اخويا على 35 فاير فينيش فاير فينيش هذا القفص وهذا القفص الثاني فاير فينيش دايموند ها عيني زوج على 150000 فنجس دايموند زوج على 150000 طائر البارادايس الزوج على 110 والخشن هذا الأسود الزوج على 130 طائر البارادايس بنوعيتين نوعية 110 اللي هو الناعم والخشن الأسود على 130 البوم فينيش الزوج على 100000 بوم فينيش برصاصي بعسلي ستار فينيش بيش زوج على 90000 والفناجز الجامبو ليا هذني فناجز سوبر جامبو وميكس وانجليش زوج على 80000 شاهد يا طيبين أصناف هذني شاهد يا طيبين ميكس وسوبر جامبو وانجليش زوج على 80000 الأبيض والسماي على 125 شاهد يا طيبين فنجز فينيش جولدن الأصفر على 90 الأصفر على 90 الأصفر على 90000 شاهد غوالي والأخضر على 75000 فنجز فينيش جولدن الأخضر على 75000 يتدللون علينا عشاق الفينيشات بخدمتهم زوج على 45000 زوج على 45000 فنجز كريزي وفنجز فراشة شاهد يا طيبين حمام ملكي زوج على 35000 حمام ملكي رصاصي زوج على 35000 والمسجر يبقى سعر الزوج من 100000 لحد 300000 هذا النبيين يبقى سعر الزوج من 100000 لحد 300000 بلبل العراقي الوحش الدك على 15 والكشميري زوج على 70
تك على 35 والبلبل كشميري تك على 35 الزوج ب 70 والبلبل العراقي الزوج ب 30 تك ب 15 وهذا بلبل التفاح رسول زوج 75 زوج على 75 هليفات ذني بلبل التفاح هذا الروسي هليفات يا ابو جاسم تك 35 هذا ذني عراقيات مينا انتاج عراقي الوحدة على 35 الوحدة ب 35 وهاي البلابل حبيبي 25 ل 40 تك من 25 ألف لحد ال 40 ألف هاي البلابل بيهن ديل ثلاث أرباع بيهن نص ديل بيهن ديل كامل من ال 25 ألف لحد ال 40 ألف هاي البلابل طائر الداوة يبدي سعر الزوج من 35 ألف لحد 125 ألف بهن أبيض بهن بلبلي بهن ألمنيوم بهن عسلي شاهدوا يا طيبين من 30 35 لحد 125 زوج على 35 طائر من الساد السعودي أسماك الجولد فيش حسب الحجم يبدي سعر الزوج من 5000 لحد 25000 شاهدوا يا طيبين هاي اسماك الجولد فيش من 5000 لحد 25000 عندهم الزوج بخمسة عندهم بسبعة بثمانية بعشرة لحد 25000 زوج 75000 اللون الحقيقي هذا مالته اخواننا الاعزاء حبيبي الغالي قرش قرش عليك 35 زوج على 35 الجورامي يلا تعال زوج على 45 شركه تكساس تكساس زوج على 15000 مونو 35 المونو زوج على 35 سمكة الريشة أو سمكة الشبح سبحان الخالق عز وجل عندنا من 5 حد 150 حسب القياس من 5000 لحد 150000 سمكة الريشة هاي الشبح يسموها 20000 زوج على 20000 ببغاء وأوسكار تيلابيا 25 سكلات 15 10 سكلت بيب 15 وبيب 10 والتيلابيا 25000 سلفر دولار $5 على جوراني بلش من 5 لحد 10 ربي يرزقك يا غالي هذا ثاني عندي الاحمر ب 100 الزوج على 100000 ببغاء شاغل اسماك يدللون علينا عيني حبيبي 45 سنتيم 40 سنتيم الزوج على 75000 قرش اليف 20000 الزوج على 20000 هذا ضايفين له التصبغات اخواننا الاعزاء شاهد يا طيبين 15 زوج على 15000 قرش نحلة خشبي 35 و30 10 حسب القياس ربي يرزقك يا غالي ويدللون اخواننا الاعزاء عشاق الاسماك ما ننساهم هاي الاحواض الطعام الشمعات الهيترات شي تريدون موجود انواع المستلزمات اخواننا الاعزاء تنقية مال المي شاهدوا يا طيبين طعام مال الاسماك عدة نوعيات تعالوا الأسد العلاوي المرتضى الرسول أبو رقية ما يقصرون ياكم إخوانكم طيبين واعذرونا على التقصير شباب